السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقل من درر كتاب الترغيب والترهيب، وأنصح بهذا الكتاب الجميل الماتع عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال إن الله أصطفى من الكلام أربعة، احفظوا يا إخواني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحت عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال الحمد لله من تلقاء نفسه كتبت له 30 حسنة ومحت عنه 30 سيئة. يعني أنت بهذه الكلمات الأربعة تحصل ما شاء الله 90 حسنة وتمحى عنك 90 سيئة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وأزيدكم أيضا: من قال الحمد لله من قبل نفسه يعني ليس شرطا لتجدد النعمة، لأن غالبا الإنسان يقول الحمد لله إذا أكل، إذا شرب، إذا نزلت به نعمة، لكن من قالها ذكرا من غير أن تتجدد عليه نعمة له 30 حسنة وتمحى عنه 30 سيئة. فدونكم يا عباد الله، دونكم هذه الكلمات الجميلة. والموفق من وفقه الله. قلنا الحديث صحيح، رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والنسائي والمنذر في الترغيب والترهيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.